لكم حكاية جميلة للغاية، حكاية عن لوسي تعيش في النفوس، أسرة لوسي يا إخواني حزمة ورد في بستان. قالت مرة افتح قلبي سترى درة، مكتوب في وسط الدرة، ما أجمله حب الأسرة، ما أجمله حب الأسرة، ما أجمله حب الأسرة، ما أجمله حب الأسرة، حب الناس وحب الأسرة، حب الناس وحب الأسرة، حب